فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس الآن بعد وفاة المتوفى ويجتمعون بالبيت لمدة 3 أيام تقريبا، ويجلسون بالبيت ينتظرون الناس يأتون العزاء، فهل هذا صحيح أم فيه شيء؟ هذا غير صحيح، هذا من البدع، فإن السلف الصالح لم يكونوا يفعلون، السلف الصالح لا يفعلون هذا، بل الواحد يبقى في بيته مغلقا بيته، وإذا خرج وجده أحد في السوق عزاه. والتعزية ليست تهنئة يتبادر الناس إليها ويذهبون إليها ويسهرون الليل من أجلها، التعزية تسلية وتقوية. إذا رأيت المصاب اجلس عنده أو كلمه في السوق وقل اصبر احتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، خلوا يطمئن فقط. ما هو المقصود بالتعزية أنك تجي تعال اللوهوت والنسو كأنما أنت في نزهة؟ هذا العمل حقيقة ينسي الآخرة وينسي الثواب وينسي الأجر. ولذلك تجد الذين يعزون يجون بس يبكون، ولا تجد منهم أن الإنسان يشعر بأن هذا من الله، وأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، بس يجون عشان ينسون صاحبهم فقط. نعم.